انا من الاول كان عندي الموهبه الموسيقيه من زمان بس كنت بس بعدين بلشت اعزف فيها من لما صار عمري 7 سنين واكتشفتها بعدين مع الوقت صرت اتعلم اكثر بعدين لقيت حالي في عالم اخر وخلص بدي الموسيقى لاني اكتشفتها مع الوقت وأنا بيهمني إني أشتغل على البيئة اللي بعيش فيها الطفل الكفيف، نفسية الأم، نفسية الأخوة، هالأمهات الأغلبهم يعني بتشوفوا أنتوا في حالة من العزلة، ما بعمركم طلعتوا بالشوارع شفتوا كتير مكفوفين، نادر ما تشوفي طفل كفيف، ليش؟ لأن الكل خايف إنه يطلع المجتمع، خايف من أي نظرة، خايف من أي كلمة. قبل شوي كنا نكتب الأونة على البريل عشان نقدر نحكيها يعني نقرأها المكفوفين ونلعبها. أنا بحكي لازم يكون في أكثر، بس أنا برضو بلعب برضو في ألعاب تانية بنقدر نلعبها المكفوفين اللي هي الدومينو. في مشاكل يعني ممكن أكتر مشكلة بواجهها يعني تعامل بعض الناس معي طبعا بعض الناس بتعاملني بشفقة وهيك يعني actually ما بحب هذا الشيء. بنات خذوا هاي ملاحظاتنا بالعمل مع الأشخاص الكفيفين وجدنا إنه في عندهم ضعف بطريقة القراءة بلغة بريل ففكرنا إذا إحنا حابين نعالج فنعالج من البداية من الأطفال فبلشنا نجتمع معاهم نقرأ القصص بلغة بريل نحاول قدر الإمكان ندخل المتعة بنفس الوقت بالتعلم فأكثر من إيفنت سوينا إشي بتعلق بقراءة قصص بلغة بريل إشي بتعلق بالدومينو صرنا نخليهم يحاولوا يزيدوا المهارات الحسية اللي بتساعدهم على القراءة بلغة بريل بحيث إنهم تصير قراءتهم بشكل أفضل وأكثر فعالية. بشكل عام للأسف عدم وجود الألعاب اللي بتناسب الأشخاص المكفوفين عم تحرمهم شوي جزء من طفولتهم وهذا الإشي يعني لا أنا ولا غيري حدا بحبه ليه؟ اسحب السحبية